عارف الجزائر سيادتها لا ترك على السعوديه ولا ترك على ايران ولا ترك على امريكا ولا ترك على فرنسا. من تقول هاتهم الايام على حساباتكم ان الجزائر تبعيه الى فرنسا؟ جاوا يركعوا لان بوتفليقه والجزائر هي من تحكم من يكون رئيس فرنسا. نعم للحمقى الذين يعتقدون ان الجزائر هي تابعه لفرنسا اقول لهم خسيتم. فرنسا هي من تابعه للجزائر والتبعيه. سمح لي نكمل هذه لانه الكثير من يخلط في الامور. ألان جوبي جاء للجزائر ليستبرك لياخذ يستبرك لكي يكون رئيسا في فرنسا وبعثوا بعده رئيس بلدية رئيس بلدية باريس رئيس بلدية نعم رئيس بلدية باريس أكثر من دولة رئيس بلدية باريس. اسمع ما تخلطوش ما تلعبوش بالناس سمح لي فيها. رئيس بلدية باريس كل هي أن إيدالغو هي مرشحة للرئاسيات هي في اليسار لما جاء جي بي هنا إلى الجزائر ليأخذ موافقة رئيس جمهورية الجزائر لكي يساعده كما ساعد ساركوزي كان رئيسا على فرنسا وأقلع القذافي بمساعدته. بوتفليقة هو من يحكم في فرنسا والجزائريين هم من يؤثرون. هل الأمن الاجتماعي في فرنسا الجزائر هي متحكم فيه ومخطئ أقسم لكم بالله أقسم بالله غير الجزائر هي متحكم في فرنسا وهي ليس فرنسا متحكم بالجزائر. التبعية تاع الجزائر ليس جاءت لكي تخلق التوازن لأنه اليسار هذه كلمة برك سيعرف رجاءنا الوقت جاءت رئيس بلدية فرنسا هي اليساري ليس باريس أقوى من دولة أقوى من دولة باريس مقاطعة باريس أقوى من دولة. أنتم تهمشون بكلام تلعبون على الشعارات جاءت لتخلق التوازن تجري لكي تقول الرئيس بوتفليقة لا تكون من جهة جي بي مفهوم مساعدنا هذه صحيحوا معلوماتكم سينوردين. أنتم أخطر ناس على الجزائر سينوردين. أنتم أخطر ناس سينوردين. على الجزائر أنقول أعداء الجزائر أبناؤها والله لا يخفني الصهيوني ولا يخفني الأمريكي ولا يخفني والله ما يخفني هو الجزائري الغبي الذي يطعن في وطنه.